مرحبا متابعيني، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. بسبب كثرة الاستفسارات بخصوص كيفية تقسيم العطور او معنى تقسيم العطور، بصراحة اعتقد يعني نوعا ما يعني الموضوع جديد يعتبر بالنسبة لأكثر المتابعين، خصوصا الأخوة بالأردن. يعني يعتبر موضوع جديد عندنا بالعراق، منتشر من زمان، وعندنا يعني شباب ما شاء الله عليهم يعني كثيرين يقسمون العطور. وصلتني كثير تساؤلات عن كيفية التقسيم أو معنى التقسيم. يعني أكثر الناس ما يعرفون، يتوقعون أنه العطر هذا عطر تركيب أو عطر زيتي أو عطر كذا. طبعا هو هذا حكي كله طبعا ما له أي صحة. العطر نفسه الأصلي إحنا نقسمه، طبعا هذا مثال عطر يعني رخيص نوعا ما، يعتبر سعره مناسب، بس كمثال حبيت أشوفكم. عادة تكون التقسيمات يعني مفيدة بالنسبة للعطور الغالية، خصوصا عطور الفئة النيش سعرها يكون غالي، فتكون يعني من يشتركون يعني أكثر من واحد بالعطر نوعا ما، يعني يطلع سعر مناسب، وبنفس الوقت الواحد يكسب تجربة العطر الغالي. يعني مو كل عطور النيش مستحقة تكون يعني واحد يشتريها بزجاجة كاملة، طبعا مبلغ مثلا 200 300 400 توصل مرات، فواحد يجرب مثلا 5 مل كثير كافي. فحبيت بس يعني ما اطول عليكم بالفيديو. هذا زجاجة كمثال، هاي طبعا 5 مل. بالنسبة لي يعني عندي استخدم 3 طرق. بعض الزجاجات يعني تكون فتحتها كبيرة، لما عم أقدر مباشرة أبخ من العطر الأصلي أبخ بخ. حشوفكم هسه شلون يعني هالطريقة، هاي مباشرة أبخ داخلها. الآن يعني أملي الحجم اللي أريده. مرات تكون فتحة الزجاجة هاي تكون أصغر، صعب أقدر أرش، فأستخدم هذا القمع الزجاجي احطه داخل الزجاجة واظل ارش حتى لا يتحرم ولا يطلع يعني ولا ينسكب العطر للخارج. هذه طريقة. الشباب بالعراق عد يعني جماعتي اغلبيتهم يفضلون الطريقة الثالثة، وهي طريقة الأبرة. طبعا الأبرة تكون بهذا الشكل مكسورة، تكون مكسورة مالتها النيدلة، تنحط. طبعا نشيل البخاخ العطر، هذا شوية طبعا قاعدة صعب تثبت، إن شاء الله راح تضبط الأمور. نحط طبعا على مكان العطر بالطريقة هاي، ونظل ضاغطين طبعا، ضغط تكون ثابت يعني تكون الأخير، ونسحب ما ضبطت. يعني مرات فتحة البخاخ تكون صغيرة زايد، أصلا صعب بهالطريقة هاي. إذا شفتوا يعني نوعا ما انسحب، بس يحتاج تركيز أكثر، وتكون الزجاجة تكون أكثر ثابتة، ويطلع عادي من الأبرة العفو العطر. أو أقدر أعفي الزجاجة بعيدها. والفكرة هذه من التقسيم، موضوع بسيط وموضوع سهل وبنفس الوقت مفيد وحلو، والكل يقدر يستفاد من عنده، خصوصا العطور الغالية عطور النيش. وهاي فكرتي، حبيت يعني أوفر للأخوة المتابعين، حبيت أوفر لهم فرصة لتجربة العطور الغالية، وعرضتها بصفحتي. وعندي مجموعتين حاليا، مجموعة عطور نيش ومجموعة طبعا نادرة مو موجودة بالأردن أصلا، ومجموعة عطور من عبد الصمد. وسلامتكم وتحياتي للجميع. أخوكم خالد أبو ليث.